وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين. سيد محمد، مساء الخير. مطالبات أعضاء الكونغرس الأمريكي خلال مؤتمر أفاق التغيير في باريس بالضغط على النظام الإيراني من أجل تحقيق التغيير في إيران، كيف ترى أهميتها بالنسبة للقوى المؤثرة في قضية الشعب الإيراني المضطهد؟ يعني بطبيعة الحال أنه مثل هذه المؤتمرات تقدم الدعم المعنوي وتعضيد القضية التي يتم الدفاع عنها. بطبيعة الحال المرأة الإيرانية يعني كل أشكال المقاومة في إيران بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات لتقديم الدعم المعنوي، ولكن على الأرض في حقيقة الوضع أعتقد أنه إلى حد ما النظم السياسية في الغرب لا تقدم ما يكفي بطبيعة الحال لمثل هذه القضايا، وتتعامل معها بمنطق مصلحي وبهدف يعني تحقيق مصالح سياسية دون أن تكون هناك القضايا الإنسانية وقضايا احتياجات الناس تمثل أهمية كبرى. نعم سيد محمد، إذن كيف تقرأ وضع نظام الولي الفقيه حاليا، خاصة مع ازدياد وتيرة المعارضة الشعبية، وأيضا كون هذا النظام يحارب على عدة جهات وجبهات في الداخل وفي الخارج؟ هناك تحديات سياسية كبيرة تواجه النظام في إيران، على سبيل المثال التحدي المتعلق بالأزمات الاقتصادية الداخلية الناشئة بطبيعة الحال عن الإدارة الغير رشيدة والغير حكيمة التي تدار بها المؤسسات والتي يغيب عنها قدر كبير من الشفافية وعدم الالتزام بالقواعد. أضف إلى ذلك إلى أنه التحديات السياسية أيضا تمثل أهمية كبرى، نظرا لأنه طبيعة ونوع المشاركة محصور في إطار دولة تديرها في النهاية تحت ما يمكن أن نسميه إدارة الولي الفقيه، وبالتالي تنوع الديمقراطية والمساحات المسموحة للمواطنين هي أقل بكثير مما هو مقبول ومن رغبات الشعب الإيراني والناس في إيران بطبيعة الحال. وأعتقد أن هذا إلى حد كبير يمثل تحديات رئيسية للنظام. نعم، من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين، شكرا جزيلا لك.